ازيك يا رهف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده ان شاء الله هناخد درس سبيل النجاح. سبيل النجاح من الصوره اللي انت شايفاها دي بيقول لك هنا ايه؟ حط الصوره اهي وبيقول لك من خلال الصوره كيف تستطيع ان تحقق النجاح في حياتك. انت شايفه ان من خلال الصوره دي حاجه سهله؟ يعني لو النجاح هو الجبل او هو المكان المرتفع اللي هيوصل ليه ده، هل ده حاجه سهله؟ لا تمام، يعني انت برضو محتاج ان انت تتعب وتجتهد عشان توصل للنجاح. تمام، تمام. تمام. هو بقى عاوز يقول لك ان كل انسان في حياته محتاج ان هو يجتهد ويقوم باعمال كتير قوي في سبيل نجاحه. عشان كده الدرس الثاني اسمه ايه؟ في سبيل النجاح. ايه اللي انا هعمله مقابل ان انا انجح؟ تمام؟ تعال، اول حاجه عندنا هنا الفكره الاولى اللي بيهضمها الموضوع بتاعنا، الامال تتحقق بالاعمال. هي الامال ممكن تتحقق من دون ما الانسان يعمل؟ نعم. الامال ممكن تتحقق من دون ان يعمل الانسان؟ لا ريحيني. يعني انت نايمه في البيت كده وماسكه الموبايل طول الليل والنهار وبتتفرجي على التي بتاعك ومشغله التكييف في اوضتك وتنجحي وتجيبي الدرجه النهائيه من غير لا ما تتعبي؟ لا يبقى الامال بتتحقق بالاعمال. انت عندك امل وطموح مش هتحققيه غير بالعمل، ان انت تجتهدي وتعملي. تمام؟ تمام تمام. هنقرا بقى القطعه. نعم هقرا لك القطعه. يعني اول تمام قطعه عندنا، مع اشراقة الصباح يندفع الناس الى اعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف إلى مكتبه، والتاجر إلى متجره، والعامل إلى محل عمله، إلى محل عمله، والطالب إلى مدرسته. فهؤلاء يندفعون، وفي رأس كل واحد منهم آمال يسعى إلى تحقيقها، وتمر الأيام وتتحقق الآمال، فيرقى الموظف ويربح التاجر ويزداد أجر العامل ويكون نصيب الطالب النجاح. ولكن هل تتوقف الآمال؟ تمام؟ يلا ايه رأيك كده؟ مع إشراقة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف إلى مكتبه، والتاجر إلى متجره، والعامل إلى محل عمله، والطالب إلى مدرسته. فهؤلاء يندفعون، وفي رأس كل واحد منهم آمال يسعى إلى تحقيقها، وتمر الأيام وتتحقق الآمال، فيرقى الموظف ويربح التاجر ويزداد أجر العامل ويكون نصيب الطالب الناجح. ولكن هل تتوقف الآمال؟ تمام، ويكون نصيب الطالب النجاح مش النجاح. ماشي، بص معايا كده، مع إشراقة الصباح. يعني إيه إشراقة الصباح؟ طلوع وإضاءة الصباح. هو الصبح اللي بيطلع ولا الشمس اللي بتطلع؟ شمس الشمس، فبتنور الدنيا فمن خلالها بيقضي الصباح، مش كده؟ ايوه يبقى هنا إشراقة الصباح طلوع وإضاءة، ومضاد إشراقة ظلمة. مضاد إشراقة إيه؟ نعم مضاد إشراقة ظلمة. مضاد إشراقة إيه؟ ظلمة وجمع إشراقة إشراقة، جمع إشراقة. شرقة إيه اللي بيحصل مع إشراقة الصباح؟ يندفع الناس إلى أعمالهم. ليه هنا قال يندفع ما قالش يذهب؟ آه.
لو شطورة ليه؟ قولي ليه يندفع مش يذهب؟ شوفي نفسك قولي يندفع، عايز يقرب يعني من الحلم. بيسرع بينجز تمام، لكن هيذهب هيذهب كمان شوية، كمان كمان ساعة، كمان ساعتين براحته، لكن الاندفاع انت مرتبطة بميعاد تمام، ومرتبطة بتوقيت، ايوه فانت شوفي نفسك انت بنت نازله مدرسه تيجي اخده اتجاه كده دايركت مش بتكلمي حد اصلا تمام، بقى يندفع يسرع الناس الى اعمالهم، اول ما الصبح بيطلع الناس كلها بتسرع الى ايه؟ اعمالهم وقضاء حوائجهم، مش شرط العمل، انا ممكن بابا بيقوم مثلا او في واحد قايم الساعه 5 الصبح يجيب عيش تمام، يبقى قضاء حوائجهم، الحوائج هي ما يحتاج اليه الناس، او نازل يجيب شويه طلبات للبيت قبل ما يروح الشغل صح، يبقى هنا ايه اللي بيحصل مع اشراقه الصباح؟ لا، يدفع الناس إلى قضاء، يعني يندفع الناس، لعملهم، يدفع الناس إلى عملهم وقضاء حوائجهم. يبقى يندفع الناس الى اعمالهم وقضاء حوائجهم، اول ما الصبح بيصحى يندفع الناس الى اعمالهم وقضاء حوائجهم. طيب تعالي بقى نشوف كل واحد بيروح فين، الموظف بيروح على المكتب بتاعه مش كده، أيوة. والتاجر بيذهب الى متجره اللي هو محل التجاره اللي هو بيتاجر فيه، والعامل الى محل عمله، المكان بقى اللي هو هيشتغل فيه النهارده العامل، والطالب محل العمل بتاعه ايه؟ مدرسه تمام، يبقى الموظف الى مكتبه، والتاجر الى متجره، والعامل الى محل عمله، والطالب الى مدرسه تمام، فهؤلاء يندفعون، وفي رأس كل واحد منهم آمال يسعى إلى تحقيقها، كل واحد منهم نازل وفي في دماغه أو في راسه أمل هو محتاج إن هو أو بيسعى إلى تحقيقه، وتمر الأيام وتتحقق الآمال. الأمل دي جمع مفردها الأمل، وهو الرجاء، ومضاد الأمل إيه؟ اليأس. مضاد الأمل إيه؟ لا جميل. حصل إيه بقى بعد السعي؟ الموظف هيرقى مش كده؟ تمام؟ ها طب يبقى إيه هو أمل الموظف؟ تمام أن يرقى في وظيفته ويربح التاجر، إيه الأمل اللي حققه التاجر؟ يا رب. والعامل يزداد أجر العامل، إيه الأمل اللي بيحققه العامل؟ يزداد أجر، يعني يزداد أجر يعني. برافو. طب الطالب هيكون نصيبه إيه من السعي؟ ينجح. النجاح. طيب إحنا خلاص حققنا أمل أهو، هل تتوقف الآمال؟ من وجهة نظرك الأمل بيقف عند حاجة معينة؟ لا. يعني أنت مثلا الموظف اترقى بقى بدل ما بياخد 2000 بياخد 2000 ونص، هو كده بقى مبسوط ما عادش عاوز حاجه، لا. ايه؟ بعد ما كان مثلا سكرتير بقى رئيس قسم كده خلاص هو مش عايز حاجه، التاجر ربح النهارده في صفقه المره الجايه هيبقى عايز يخسر، لا. يبقى هو دايما هنا الامال متجدده، الامال دايما ايه؟ بجدد. تمام، يبقى نيجي هنا بقى للقطعه الثانيه. بص كده الجمله دي قبل ما امشي، هؤلاء يندفعون وفي راس كل واحد منهم امال، طبعا هؤلاء دي بدايه جمله، جمله اسميه بادئه بهؤلاء، ده اسم اشاره مش كده؟ طيب فين الخبر؟ يندفعون. نوعه. خبر جملة فعلية. برافو عليك، برافو عليك. طب الأيام أعربها إيه؟ فعل. شطرة. ماشي. ماشي. تمام كده؟ طيب نيجي هنا للقطعة اللي بعدين.
الآمال المتتابعة تصنع الطموح. الآمال المتتابعة هي اللي بتصنع الطموح. إزاي؟ إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة. الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة. يبدأ صغيرا وينمو ويكبر. يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغب في أمل أكبر بعدين أشد. وهذه الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح. تخيلي كده. إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغب في أمل أكبر بعزيمة أشد، وهذه الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح. برافو عليك. طيب تعالي بقى كده، بيقول لك ايه؟ ان بدأ بان اهو حرف توكيد ونصب، يؤكد على ان الامل عند الانسان متجدد ما بقي على قيد الحياه. مين اللي بقى؟ الانسان. بقي يعني ايه؟ استمر وظل. طب مضادها ايه؟ فنى. مضادها فنى. طول ما الانسان على قيد الحياه فان الامل متجدد عنده، طول ما الانسان عايش هو دايما عنده امل متجدد. والامل ده بيبدا صغير وينمو ويكبر حتى اذا تحقق رغب في امل اكبر بعزيمه اشد. ازاي؟ من وانا في سنه اولى ابتدائي كان نفسي ابقى دكتوره. الحلم ده كان حلم صغير ولا حلم كبير؟ كبير كبير؟ كبير لا. وانت لسه صغنون، هو لسه صغير معاكي ولا لسه كبير؟ يعني لسه صغير. اه. طول ما احنا بنكبر هو بيكبر ايه؟ عايزه ابقى دكتوره وجراحه واشتغل في مستشفى مش عارفه ايه وابقى معايا ايه؟ بتقعدي بقى تحطي تصورات للامل بتاعك ده، تمام؟ لغايه ما تحققيه. خلاص حققتيها؟ بترغبي بقى في عايزه، خلاص اتخرجت وبقيت دكتوره، ها؟ ايه الامل اللي بعد كده؟ اه، يبقى عندي عياده تبقى كبيره فيها عيانين كتير، واجيب عربيه، وشفت شفت الامل بقى قد ايه؟ ده طموح وامل، تمام؟ عشان كده قال لك ايه؟ هذه الامال المتتابعه بتصنع منا حاجه اسمها الطموح. بتصنع منا حاجه اسمها ايه؟ طموح يبقى ما الذي يصنع الطموح؟ الآمال المتجددة. الآمال المتتابعة. يبقى الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح. إيه هو الطموح؟ التطلع إلى الرفعة والسمو. الطموح اللي هو إيه؟ تطلع إلى الرفعة والسمو. والمتتابعة المتتالية مضادها المتقطعة. المتتابعة هي الإيه؟ متتالية ومضادة ومتقطعة. يبقى ما الذي يصنع الطموح؟ الآمال المتتابعة. الآمال المتجددة أو آمال متتابعة، تمام يا حبيبي؟ تمام. طيب، هي بص هنا كده، هذه الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح. من أول هذه لغاية الطموح دي جملة اسمية، فين خبرها؟ الطموح شيخة. ولا تصنع طب وهي والتي والناس دي كلها، مش نعم هي والتي وده كله يعني هنروح فين؟ هنوديه فين؟ مش عارف اقري كده الجملة وشوفي المعنى يعني ايه اللي اتم المعنى. اتم المعنى، اتم من الاول فين؟ هي من اول هي. يبقى وهذه الامال المتتابعة مالها؟ هي التي تصنع الطموح. يبقى هنا الخبر نوعه ايه؟ اسم الشارع. لا، بدأ بهي. هي دي مش اسم، يبقى الجملة ايه؟ اسمي تمام. فالضمير هنا جاي من مبتدأ، والمبتدأ هو الضمير، تمام؟ مش احنا قلناها زي ما قلت لك ايه؟
الماء هو سر الحياة، فاكرة؟ الماء مبتدأ، فين الخبر؟ هو سر الحياة. طيب فين الضمير اللي بيعود على المبتدأ؟ قلنا هو مبتدأ وفي نفس الوقت ضمير بيعود عليه، مش احنا قلنا الكلام ده؟ طيب أيوة. طيب احنا عرفنا ان الآمال المتتابعة هي اللي بتصنع الطموح. تعالي بقى نشوف هنا في القطعة دي في فرق كبير جدا ما بين الطموح والطمع. يعني في فرق كبير جدا بين الإنسان اللي عنده طموح والإنسان الطماع، تمام؟ طيب أن هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع. ليه؟ شايفة فاصلة مربوطة؟ أهي هتقول لك السبب. لأن الطموح صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية، بل هو صورة من صور الشر، لأن الطماع لا يشبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين، ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حق. تمام؟ كده؟ غير أن هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع، لأن الطموح صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. أما الطمع هو صورة من صور الأنانية، بل هو صورة من صور الشر، لأن الطماع لا يشبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين، ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حق. جميل. تعال كده نشوف مع بعض. غير ان هناك فرقا كبيرا، بيقول ان عندنا فرق كبير جدا بين الطموح والطمع. ما حدش بيقول ان الطمع ده طموح، ماشي؟ ليه؟ الطمع هو ايه؟ هو الرغبه في الحصول على ما عند الاخرين. انا طماع، انا شايف اخويا بياكل، تمام؟ مش عاجبني اكلي بس، لا ده انا عايز اكله كمان قدامي. انا شايف اخويا بيلعب بلعبه وانا بلعب بلعبه، مش مكفيني اللعبه اللي معايا، لا انا عاوز كمان اللعبه في ايد اخويا رغم ان انا عندي زيها، تمام؟ انا عندي حته ارض وجاري عنده حته ارض جنبي، لا ده انا طمعان في حته الارض بتاعت جاري كده عشان تبقى زائد اللي عندي وخلاص. تمام يا تمام يا رهف؟ تمام. يبقى ده الطمع. يبقى الطمع هو الرغبه الحصول على ما عند الآخرين. الطمع هو إيه؟ نعم، الرغبة. الطمع هو إيه؟ طبعا هو الذي يحرك العزيمة. حرام عليك، حرام عليك، نعم، استغفر الله. هموتك والمصحف هموتك يا رهف. بتنامي، حاضر، شكلي بعد كده هكلمك تركي، افهمي. تمام؟ يلا الطمع هو ايه؟ انا قعدت احكي لها الصبح مش كده؟ فينك يا ملك؟ والله من اين السهم قدامك؟ طبعا صورة من صور الأنانية، اللي هو صورة من صور الشر، وطبعا انا لسه ما قلتش كده، بقول الطمع هو الرغبه تحت في معنى الكلمات في الحصول على ما عند الاخرين، ومضاد الطمع ايه؟ واحد طماع والتاني ايه؟ قنوع. نعم. يبقى الطمع مضادها القناعه، تمام؟ والطمع جمعها الاطماع، تمام؟ تمام. يعني اللي بيحصل مثلا في اسرائيل وفلسطين، مش هي طمعت في ارض فلسطين؟ عشان كده دي صوره من صور الايه؟ الشر، حاجه مش من حقها وما بتشبعش، يعني هي بعد ما كانوا قاعدين يعيطوا وعاوزين حته ارض صغيره يقعدوا فيها، قدروا يتسحبوا لغايه ما اخذوا الايه؟ البلد كلها، صح؟ تمام. يبقى هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع، لان الطموح صفه من الصفات الكريمه. يعني ايه الكريمه؟ الكريمة يعني الطيب، تمام. ومضاد الكريمه خبيث. الخبيثة، وهو مقرون. يعني ايه مقرون؟
مكرونة مرتبط. العزيمة الصادقة، يبقى بالصادقة، يبقى أنا لازم أعرف الطموح. الطموح هو صفة من الصفات الكريمة، الطموح هو صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد، يبقى الطموح هو إيه؟ صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. ها؟ يبقى هو مرتبط معايا بالعزيمة والسعي. أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية. الأنانية يعني إيه الأنانية؟ تفضيل النفس على الآخرين، اللي هي الأطرة الإيه؟ سكر مقطع. نعم. عليه الأنانية يعني إيه؟ الأطرة. أنا ليه على الأفر آه، مضادها الإيثار. مضادها إيه؟ الإيثار. مضادها الإيثار. تمام؟ بالأنانية الأطرة، وهي تفضيل النفس على الآخرين. أنا ضماء، أنا هفضل نفسي على أي حد، أنا قبل أي حد. تمام؟ مضادها الإيثار. الإيثار بقى هو إن أنت تفضلي الناس عليك، اللي هو تفضيل الغير على النفس. الإيثار هو إيه؟ الإثارة وتفضيل النفس على الآخرين. النفس على الآخرين؟ بتقول عكسها يعني ولا إيه؟ معلش. أنت عندك حدث بعدي؟ أنت متأكدة؟ العظيم ايوه كان في حصتين. حصتين كمان، ما شاء الله ما شاء الله. أنت هتنامي فيهم يعني ولا إيه؟ نعم. عاملة حسابك تنامي فيهم يعني ولا إيه؟ أه، عندك إيه بعد؟ رسم ماس ولا رسم؟ رسم رسم، يبقى انت هتنام. عامله حسابك ان انت بتحبيه، بتحب الرسم ده ليه؟ ماشي. الأسرة هي تفضيل النفس على الغير، على الآخرين، والمضاد الإيثار. الإيثار بقى إن أنا بفضل الغير عليا. تمام؟ يعني أعمل للناس كل حاجة قبل ما أعمل لنفسي. تمام؟ زي ماما كده بتجهز لنا احنا الفطار وبتعمل لنا الاكل قبل ما هي تاكل. مش مهم هي تاكل، بس احنا ناكل. تنزل تجيب هدوم العيد لنا احنا الاول، تمام؟ قبل ما تجيب لنا الهدوم، قبل ما تجيب لنفسها، ممكن ما تجيبش لنفسها اصلا. يبقى ده ايثار، تفضيل الغير على النفس. تمام؟ مش ماما بتعمل كده؟ كل المامات بتعمل كده. ماشي؟ ماشي. يبقى الانانيه، الطمع هو صوره من صور الانانيه، بل هو صوره من صور الشر. يبقى لماذا الطمع صورة من صور الأنانية أو صورة من صور الشر؟ لأن الطماع ماله؟ لا يشبع ولا يرتوي. الطماع ماله؟ لا يشبع ولا يرتوي. ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين، عاوز يبقى عنده أكثر من كل اللي إيه؟ التانيين. تمام؟ يبقى الطماع إيه؟ لا يشبع ولا يرتوي، ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين. فبالتالي بقى بيحاول ان يستولي على ما عندهم بغير وجه حق. بياخد ايه؟ ها؟ بيستولي على ما عندهم بغير وجه ايه؟ حق. ده بيخليه من كتر طمعه وانانيته ان هو يستولي على ما عندهم بغير وجه ايه؟ حق. تمام؟ يبقى هنا هنقول سؤال، وضح الفرق بين الطموح والطمع. ايه الفرق ما بين الطموح والطمع؟ فهمك للقطعه. إن الطموح صفة من الصفات الكريمة، أما الطمع صفة من الصفات السيئة أو من الصور الشريرة. ماشي. ليه؟ لأن ده مقرون بالعزيمة الصادقة، وده لا يشبع ولا يرتوي. تمام؟ تمام. تمام. ليه هو استخدم هنا لفظ ان هو يستولي مش يأخذ؟ لأن الاستيلاء هو السلب والأخذ بدون وجه حق. يستولي يعني إيه؟ ها؟ يسلب ويأخذ. فمعناه هنا السلب أو الأخذ بغير وجه إيه؟ حق. ومضادها يعطي. تمام كده؟ تمام. القطعة بقى الأخيرة عندنا. ماشي. عشان هنبدأ ندخل في نص الساعة الثانية، ممكن نقفل ويبقى ده النص بالظبط ساعة ونفتح، عشان إيه ما يتصلش واحنا بنشتغل. تمام؟ تمام. القطعة أي. الثانية. يلا.